مشاهدينا، وللوقوف أكثر على تزايد ظاهرة الاتجار في البشر في العراق، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. مساء الخير دكتورة. مساء النور، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بك دكتورة، نورتي. وزارة الداخلية الحالية تعلن القبض على شخص استدرج 3 فتيات عبر تطبيق إنستغرام إلى منزله. تقارير أيضا حقوقية تقول أن ظاهرة الاتجار بالبشر تفاقمت في الأونة الأخيرة في العراق. الأسباب الأكثر ربما من المعلن عن تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر، بالنسبة لي في رأيي أن يعني أهم 4 أسباب التي تؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة هي سياسات الحكومة التي تسببت في انعدام الأمن وانخفاض المستوى المعيشي للناس وتفشي الفقر، إضافة إلى عدم قيامها بحملات التوعية التي تعمل على زيادة ثقافة المواطنين بهذا الجانب وتنشر المعلومات التي يعني حول هذه الظاهرة، أسبابها وآثارها وكيفية تجنبها. إضافة إلى ذلك هو ضعف تطبيق القانون الذي تسبب في أن يعني تتفشى هذه الظاهرة دون أن يجد مرتكبوها طريقهم إلى المحاسبة القانونية. نعم. ربما هذه الحادثة الأخيرة والتي هي تم القبض عليها على 2 يعني قاموا على مجموعة قامت باستدراج 2 من الفتيات، هذه تعتبر نقطة في بحر. نعم. لأن الطرق فعلا كثيرة. نعم. طيب دكتورة، المجتمع العراقي كان أكثر المجتمعات أمنا قبل الاحتلال الأمريكي، العوامل التي طرأت لتتحول هذه الجريمة إلى ظاهرة، كيف تقيمين هذه العوامل وما الذي أدى إلى أن تكون ظاهرة وليس جريمة هنا وهناك؟ طبعا الاحتلال الأمريكي كان هو السبب الرئيسي فيما يحصل للعراق الآن من مشاكل، ومنها هذه الظاهرة اللا إنسانية. الاحتلال الأمريكي جاء بأحزاب لا تنتمي بأي لا تتمتع بأي حس وطني، ليس لها أي انتماء وطني. قام بحل الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة والتي كانت تحمي هذا الوطن وكانت يعني ضحت بحياتها من أجل هذا الوطن. إضافة إلى ذلك جاءت هذه الأحزاب بميليشياتها، إضافة إلى ذلك تغول إيران أيضا في المشهد العراقي ونشرها ويعني تأييدها لهذه الميليشيات التي تعيش وتترعرع على حياة المواطنين العراقيين يعني تستفيد استفادة كاملة من تفشي الحقيقة الكثير من الظواهر، ومنها ظاهرة الإتجار بالبشر. نعم. طيب أيضا دكتورة، هناك خيط يربط ما بين الميليشيات وبين تزايد ظاهرة الاتجار في البشر، كيف تصفين هذا الخيط؟ هل هو خيط رفيع أم سميك؟ يعني ظاهرة الاتجار متعلق فعلا بالميليشيات والأحزاب المتنفذة. نعم بالتأكيد ظاهرة الاتجار بالبشر يعني تشمل الفئات الضعيفة خاصة الأطفال والنساء. هذه الميليشيات عن طريق نشر الأفكار الطائفية المغرضة، تسترها بستار الدين، والأكثر من هذا والأدهى هو ارتباطاتها الخارجية التي عن طريقها تسهل هذه العملية وتسهل وصول هؤلاء المجرمين الذين يتاجرون بأرواح العراقيين إلى العراق وقيامهم بهذه الأفعال الشنيعة، لأنهم يعني مستفيدون استفادة أولا مادية، ثانيا من خلال هذه الظاهرة هم يساهمون في ضعف المجتمع العراقي وبالتالي يسهل عليهم السيطرة على الشعب العراقي. ولاحظنا يعني الكثير الحقيقة من المواقع التي يعني يروجون عن طريق التستر بالدين وغيرها، يروجون لهذه الظاهرة ويساهمون في انتشارها. ويعني هذا الموضوع يعني بالنسبة للعراقيين يعني موضوع يعني لا يريدون حتى التطرق له، ولذلك
لأنه تعتبر من الخطوط الحمراء، ولذلك أيضا عن طريق هذه يعني الأخلاق العراقيين أيضا استفادت من ذلك الميليشيات بصورة كبيرة. نعم. جرى أيضا الحديث وتم الكشف عن تقارير كثيرة عن ظاهرة الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء وكذلك التجارة بالرقيق الأبيض، ولكن هناك جزئية أخرى بحسب مصادر صحفية، فإن ميليشيا البككة المصنفة إرهابيا في سنجار تقوم بخطف الأطفال وتجندهم في الصراعات على نطاق واسع. من المسؤول عن إيقاف جرائم هذه الميليشيات؟ وإلى أي مدى يمكن تواجد هذه الميليشيات العراقية جريمة أصلا بالأساس، فضلا عن قضية الاتجار والتجنيد؟ نعم بالتأكيد، هو من سمح لهذه ميليشيات البككة في التغول في العراق؟ هي الحكومة العراقية والميليشيات التي أدخلت هذه الميليشيا التي هي جزء منهم وتساهم في إضعاف وسيطرة على منطقة من مناطق العراق. نعم. وبالتالي نبحث عن المستفيد. من هو المستفيد؟ هو هذه الحكومة وهذه الأحزاب والميليشيات. إذن هم المسؤولون الأولون عن هذه، عن دخول هذه الميليشيات وهذه الممارسات التي يعني تقوم بها من خلال تجنيد الأطفال وحتى تجنيد النساء. معروف عنهم هذا الموضوع. نعم. وهذه فعلا تعتبر طريقة فعلا من طرق الاتجار بالبشر، لأنها أي فرصة لاستغلال هؤلاء الناس، حتى السخرة كما نسميها هي نوع من أنواع هذه الجريمة. الدكتورة فاطمة العلي مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من لندن، شكرا لك على هذه المداخلة.